الولد الشقي الباد بوي الدونجوان اللي مقضي حياته كلها يجري ورا البنات واحيانا البنات هي اللي بتجري وراه، دايما تشوف الستات محوطاه من كل حته. شخصيه تعتبر من اهم الشخصيات اللي قدمتها الافلام بوجه عام. تعالوا النهارده في الدقايق اللي جايه نتكلم عنها شويه، نستعرض اهم اللي قدموها على شاشات السينما المصريه. خليكم معنا. ممكن اعرف ما بتسالش عليا ليه؟ بصراحه خايف انضرب. انت تستاهل 100 قلم. وانتي تستاهلي 100 بوسة على مجيك هنا. لو قربت مني. انت لوحدك هنا؟ متأكد؟ طبعا. ومال السيجارة دي من شرفتك؟ دي ايوه السيجارة، السيجارة الغسالة بتاعتك. شخصية الولد الشقي الدونجوان اللي مقطع السمكة وديلها زي ما بيقولوا من اكتر الشخصيات اهتماما من كتاب السيناريو، بسبب انها قماشة عريضة تقدر تولد منها عديد من الاحداث، كوميديا دراما اكشن، تقدر تصيغ جمل كتير من الحوار على لسانه تكمل جمال المشهد. ميرسي قوي على الازهار الجميلة اللي بعتها دي. وانت ميرسي قوي على الازهار الحلوه المتحركه دي. ممنوع اللمس دي للنظر بس. اهتم صناع السينما بصياغه الشخصيه دي من بدايات صناعه الافلام، خلوها محور لافلام كتير. كان مهم ان الشخصيه دي تنجح في حد ذاتها وتتقدم كمان بشكل قوي علشان ينعكس ده على نجاح الفيلم ككل. قدم الشخصيه في بدايتها موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في عدد من افلامه، وكانت في اطار الشاب المحب للحياه المحاط بانواع عديده من البنات والستات. لا لا لا، في حاجه تانية تحبها. ايه؟ شوف صينيه بطاطس. الله اكبر، اهلا وصينيه البطاطس دي شفا توفيق الحكيم، كان اتجوزك على طول. لا يا اخويا بعد الشر. سر نجاح الشخصية دي بيكون نفسي بالدرجة الأولى، وهي إن المشاهد بيتخيل فيها نفسه، بيعيش معاها الحالة اللي قد يكون مش قادر يعيشها في الحقيقة. حتى البنات والستات بتلاقي فيه نموذج الشخص اللي في خيالها وممكن ما يكونش موجود قدامها في الواقع، وده اللي حصل فعلا مع أغلب أفلام عبد الوهاب. يا وزراء الميمنة والمشملة، افتحوا خزائن الذهب وبلاليص المجوهرات وبعزقوها على أقدام هؤلاء الفاتنات الألبظيات. شكراً يا مولاي. ممكن كمان تتقدم الشخصية من منطلق الولد الندل اللي بيغرر بالبنت وبعدين يتنكر لأفعاله بعد كده. الكاركتر ده اتقدم في عديد من الأفلام في صورة وعظية أكتر منها درامية. لما صناع الأفلام كانوا بيؤمنوا بدور السينما في توعية المجتمع، قدموها في إطار توعية البنات من ألعاب الشباب وأغراضهم السيئة. وأشهر من قدموا الشخصية دي كان أنور وجدي في بداية حياته الفنية. المشاهد ممكن يكره الشخصية دي بوجه عام، وطبعا تنعكس الكراهية دي على شعبية الممثل. علشان كده أنور وجدي ما كملش مع الشخصية دي كتير. لما ابتدى يتشهر كنجم بدأت الشخصيات اللي يقدمها تختلف. ابن عمها والدم ضرب في دماغي وكسرت الدنيا واضرب زي ما انا عاوز. زي ما انت عايز. ما عنديش مانع ابدا، اتفضل. وفي سينما الاربعينات كان اشهر من قدم شخصيه الدونجوان كمال الشناوي وعماد حمدي. في الوقت ده كان الشنب من سمات الرجل المتزن، بيديه رجوله وهيبه الى جانب محافظته على اناقته ووجهته بصوره كامله. تسريحه الشعر الكلاسيكيه اللي بيكون فيها الشعر متثبت بشكل لامع، نادر لما تلاقي حد في الزمن ده مش لابس قميص وبنطلون، لازم تكون بدله كامله بكل اكسسواراتها، الكرافات والمنديل الابيض. من اول شخصيه الشاب الفقير لغايه ابن الزوات، الحوار بيكون بشكل هادي ومتزن، في نفس الوقت بيعلن عن حبه بشكل متميز للبنت اللي بيحبها. اسمح وقول لي يا نور العين اشوفك امتى وقابلك فين؟ اوان بسرعه يا مدموزيل، ما عنديش وقت، يلا. اما الجانب الكوميدي في الفيلم غالبا بيكون بعيد عنه عن طريق شخصيه السنيد او صديق البطل للمحافظه على هيبه الشخصيه. احسن طريقه نقدر نستغل بيها فلوسنا لغايه لما نلاقي وظيفه محترمه نروح السبق. سبق الخيل؟ امال يعني ايه سبع المعيز؟ ايوه بس لا جرونا مطرح الخير ولا شغاله بقى اسكت. وفي سينما الخمسينات تغيرت المفاهيم المجتمعيه شويه، اتخلى الشباب عن الشنب والبدله الكامله مع غروب شمس الطبقه الارستقراطيه وسطوع شمس طبقه الكادحين من ابناء البلد. ظهر القميص والبنطلون واللي كان بيساعد في اظهار البنيه القويه، العضلات والملامح الحاده. كان شكري سرحان هو الشكل المثالي المعبر عن المرحله دي.
قدم الشخصية في عديد من الأفلام ظهرت معاه فيها شهامة ابن البلد، الشخصية الأقرب للواقع واللي بتتحدى كل الظروف المحيطة وبتنتصر عليها. فين المبايعة؟ فين المبايعة؟ المبايعة فين؟ مبايعة ايه؟ بيت عزيزة، بيت عزيزة. ظهر كمان عمر الشريف بملامحه المتميزة، عينيه الواسعة، قامته الطويلة، بنيانه القوي، كل ده منحه تميز في أداء عديد من الأدوار الرومانسية بشكل مختلف عن الجميع. اللي حينط بكرة بالحصان سدود ارتفاع متر ونص ما يخافش يسوق عربية على سرعة 150 كيلو. أنا مش هروح بكرة نادي الفروسية. وأنا إذا ما لقيتكيش قدامي هقع من على الحصان. ظهر كمان أحمد رمزي بشكله الرياضي المميز، شخصيته الخفيفة المرحة اللي أحبها الكل، وده شجعه أنه يشمر كمام القميص، يفتح الزراير بشكل دفع كل الشباب أنها تقلده. حتى العربية اللي بيركبها لازم تكون كابورليه، بيركبها غالبا من غير ما يفتح الباب. مع ازدهار الأفلام الرومانسية عرفت الكوميديا هي كمان طريقها لشخصية الدونجوان، وبقت حكر بس على اللي عندهم كاريزما الدم الخفيف، واللي كمان بقوا ينافسوا الشخصيات الكوميدية اللي في الفيلم ويسرقوا منها الكاميرا. ايه اللي جابك يا عزيزة؟ ده شم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي فشر ده بعدك. شخصية احمد رمزي على الشاشة ما تفرقش كتير عن شخصيته الحقيقية، بتحكي زوجته انها كانت بتشتكي من تليفونات المعجبات اللي ما بتبطلش لا ليل ولا نهار. الله، امال فين عزيزة؟ زعلان عشان انت رحت ورا لتاني. اما مجنونة صحيح، وراحت فين؟ ورا لتالتة. اسمع يا منى، عشان ما تشتغلي في السينما لازم تبتدي الخطوة الاولى، والخطوة الاولى انك تغني للناس. ايه اللي تشوف؟ انت بكرة هتشتغلي. المية تكدب ايه؟ الغصة. وفي الستينات ظهر كمان أحمد مظهر بهيئته الرياضية وملامحه المتزنة، واللي قدم بيها شخصية الدونجوان في أفلام كتير حتى لو ما كانش هو البطل. ظهر حسن يوسف في شخصية الولد الشقي بينافس أحمد رمزي، وإن كانت شخصيته خفيفة وكوميدية أكتر منها رومانسية، ظهر في عديد من الأفلام مع الثلاثي وكان تقريبا بينافسهم في القفشات والنكت. الله، أنا مش شايف مباراة، فين فريق الشبان وفريق البنات؟ الله، ربنا ينتقم منك يا خيريه. في الوقت ده كمان ظهر الدونجوان الاول رشدي اباظه، واللي جمع بكاريزمته كل الصفات اللي قلنا عليها قبل كده، الاناقه والشياكه مع القميص والبنطلون، الشخصيه المتزنه وفي نفس الوقت اللي دمها خفيف، الشاب الرومانسي اللي في نفس الوقت عنيف. واد شقي على برنس. واد شجاع على طيب كده. انا عايز من ده يا حزنبل، انا عاوز من ده. واد مخلص، مفيش حاجة تقف قصاد حبه، بطل أسطوري خرافي. في الحالات دي بقى ما يهمش إن كان بشنب أو من غير شنب، شخصية رشدي أباظة على الشاشة برضو ما كانتش تفرق عن شخصيته الحقيقية. اتجوز حوالي 5 مرات، ورغم إنه خانهم جميعا زي ما حكاياتهم بتقول أو زي ما بتؤكد بعض التقارير الفنية القديمة، لكن مفيش واحدة فيهم قالت عنه كلمة وحشة. فنانات اللواتي تزوجنا برشدي أباظة قالوا من لم تتزوج برشدي فهي لم تتزوج. كاريزمة رشدي أباظة منحته خاصية سرقة الكاميرا مع أي حد معاه في الفيلم، حتى لو ظهر في مشهد واحد في الفيلم كله. أصله كان حاول يهرب آخر مرة وأصيب ودخلته المستشفى. يظهر في الزنزانة بتاعته. في حاجة اسمها يظهر؟ فضل أشوفه. في السبعينات ما تغيرتش شكل شخصية الدونجوان كتير عن الستينات، وإن كانت تغيرت الشخصية اللي بتقدمها، تغيرت كمان معاها موضة الملابس. ظهر حسين فهمي بقامته الطويلة وشعره الأشقر وعينيه الملونة، محمود ياسين بملامحه الأقرب للشخصية المصرية بنت البلد، نور الشريف بشخصيته المثقفة المتميزة واللي منحته عديد من الأدوار الرومانسية حتى لو كان بيقدم أدوار الشر. كمان قدم محمود عبد العزيز نفس الشخصية بكاريزما عالية إلى جانب الوسامة، زاد عليه كمان خفة دمه وشخصيته الكوميدية، ودي يمكن حاجة افتقدها أغلب دونجوانات جيل السبعينات. سيادتك اللي كنت بتسأل عليا؟ أيوة. أي خدمة؟ طيب إذا سمحتي لإخواتي يلبسوا حاجة بس. إيه هو ده؟ وأنت هتتحكم فينا؟ طب مش هنلبس.
في الثمانينات تغير مفهوم شخصية الدون جوان لما قدمها الفتى الأسمر أحمد زكي. كل اللي قلنا عليه ده قبل كده هاته على جنب وركز أكتر مع كاريزمته وقوة تقمصه للشخصية واللي كان بيقدر يتحكم في ملامحه من أقصى اليمين لأقصى اليسار. لا عليك مش كده؟ ياريت تخلي ابتسامة دي على وشك على طول. ومع دخول الألفية الجديدة وظهور سينما الشباب اتغير كتير من معايير النجومية. بدأنا نشوف الدنجوانات بدقن خفيفة وشكل أنيق. ظهر هاني سلامة بدقنه وعينيه الملونة رغم أنه قصير شوية، لكن ده ما منعوش من كتير من الأدوار الرومانسية. ظهر كمان أحمد عز بشكله المتميز، ملامحه الحادة، عينيه الواسعة وبنيانه الرياضي. قدم بعض الأدوار الكوميدية وحاليا الأكشن. ظهر عمرو يوسف بدقنه التقيلة وعينيه الملونة، قدم هو كمان عديد من الأدوار الرومانسية إلى جانب الأكشن. ظهر كمان أحمد حاتم بدقنه اللي ما تختلفش كتير عن دقن عمرو يوسف، أوامه المتميز، واللي قدم مؤخرا فيلم رومانسي جميل بيغرد بيه خارج السرب. جميلة، ده عايز ايه؟ عايز أقولك أنا بحبك. ده ايه؟ بحبك. تعرف ان انا يعني متعودت انك تبقى موجود في حياتي على طول. جابلة. يخونك اللبن اللي رضعته من امي، قوتي اللي شاركتني فيه شفطت نصه يا مفجوع. ده انت شربت من امي لبن يجي ب 500 جنيه، ما تدينيش منهم 10؟ وعكس أي شخصية بتعتمد شخصية الدون جوان في أغلب الأحيان على المواصفات الشكلية للممثل أكتر ما بتعتمد على رسمة الشخصية اللي السيناريست بيصيغها مع الحبكة، بنلاقي اللي بينجح في تقديم الشخصية بيعتمد بالدرجة الأولى على شكله وكاريزمته. على الرغم من توفر الصفات الشكلية، لكن فنانين كتير ما نجحوش في تقديم شخصية الدون جوان في عديد من الأفلام بسبب أنهم كان ينقصهم الكاريزما والقبول. لازم المشاهد يتقبلك في الكاركتر علشان يضمن معاك تكرار الشخصية في مزيد من الأعمال. النوعية دي من الفنانين كتير، لكن اخترنا منهم الفنان يوسف فخر الدين واللي قدم الشخصية في عديد من أفلام الستينات، لكن كان ظهوره في أدوار ثانوية، شخصية صديق البطل أو غريمه اللي بينافسه على حب البنت اللي بيحبها أو اللي بيغرر بيها ويتنكر بعد كده لحبه. برغم أنه كان شكله مقبول أوامه متناسق لحد كبير، لكن فضل حبيس الأدوار التانية خلال الستينات والسبعينات واللي اتجه فيها للكوميدي، لكن برضه كان بمساعدة أحد الكوميديانات. تحب أقطع لك إيديه ورجليه وأعمله لك قرمة بتزحف؟ مش كفاية نقتله ونخلص؟ برضه مش كفاية. يا نهار أسود، ليه ده كله؟ أنتوا فاكرين يا سعيدة وشرفنا؟ الفنان إيهاب نافع واللي دخل الفن من باب المخابرات، حسب ما بيحكي في المذكرات بتاعته أنه دخل التمثيل للتخفي علشان يبقى شخصية عامة معروفة يقدر يسافر هنا وهنا ويكون له صداقات وعلاقات مع ناس كتير تساعده في شغله. وصلت شبكة علاقاته حسب روايته برضو إلى عديد من القادة في إسرائيل، منهم عزرا فايتسمان واللي بعد كده بقى رئيس الدولة. اللي يهمنا هنا أنه قدم دور البطولة كدون جوان في عديد من الأفلام اعتمادا على وسامته وقامته الطويلة وشعره اللي كان لونه مميز، لكن كان برضو ينقصه القبول. ورغم انه كان يعد واحد من نجوم الصف الاول اعتمادا على الافلام اللي قام ببطولتها، لكن ما تقدرش انك تحطه جنب جنات الصف الاول اللي قلنا عليهم من شوية. حتى الابتسامة بتداريها. ربنا يكون في عونك يا حامد. ومن نجوم الجيل الحالي بيجي الفنان حسن الرداد من دون جوانات بعد 2010. قدمه المخرج خالد يوسف في دور صغير في خيانة مشروعة عام 2006. من أكتر أدواره الرومانسية كان في إحكي يا شهرزاد مع منى زكي 2009، واللي كان بيأكد على نفسه فيها كجان، لكن برضو قبول الجماهير وقف عقبة بينه وبين كاركتر دون جوان في أفلام لاحقة، فاتجه للكوميدي الرومانسي واللي قدم فيه عدد من الأعمال المتعاقبة ما بين السينما والدراما. من لسه قايل يا بنت الغبيه، انا هو لازم تقولي جمله؟ ريحي كده ياما. ايه حواركوكو ده بالصلاه على النبي؟ مين دول؟ يا نهارك اسود. وبعدين ما احبش اكون حشر يعني، بس انا مش عايز اعرف فضول يعني، بس هو مفيش نبقى في حياه بعض في حد فينا. ونقول كمان رغم احتياج الجان لمواصفات شكلية بالدرجة الأولى لنجاحه ونجاح العمل ككل، لكن برضو لو شفت الموجود على الساحة دلوقتي تعرف انه ما عندناش أزمة فنانين قد ما عندنا أزمة كتاب.
محتاجين نصوص جيدة وما شاء الله الجينات كتير، ولو انه اتجاه الانتاج في اخر 5 سنين لافلام الاكشن هيحد شوية من ظهور الجينات، حتى اللي اشتهروا بالموضوع ده بنشوفهم دلوقتي بيتجهوا للاكشن العنيف اللي بيبقى صعب الجمع بينه وبين الرومانسية في فيلم واحد. سيطرة شباك التذاكر على عملية الانتاج بتخلي كتير من الفنانين الجينات يغيروا جلدهم، محتاجين مزيد من الافلام الرومانسية خلال الموسم الواحد، حتى لو كان هيغرد خارج السرب، محتاجين جمهور يرجع تاني لتذوق الافلام الرومانسية علشان ترجع مكانتها القديمة قبل ما تبلعها افلام الاكشن، وقبل ما ينسى الجينات نفسهم ويجوا يرجعوا للرومانسية تاني ما يعرفوش. نتمنى ان العرض بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون عرض الموضوع بشكل متكامل. لو سألنا متابعينا عن افضل دونجوان من وجهة نظرهم غالبا الكل هيجمع على اجابة واحدة كلنا عارفينها، علشان كده هنسألكم على اللي ما اتكلمناش عنهم في حلقة النهاردة، قولولنا على اللي نسيناهم من دونجوانات السينما المصرية قديما وحديثا، قولولنا كمان عن اللي قد يكون ما عندوش قبول من وجهة نظرك كجان. منتظرين اجاباتكم وتفاعلكم في التعليقات اسفل الفيديو او في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللينكات هتلاقوها تحت في الديسكريبشن او في شاشة النهاية. واللي عايز يقرا اكتر عن تاريخ السينما المصرية بوجه عام، اراء عامة عن مواضيع سينمائية مختلفة، مراجعات أفلام قديمة وجديدة، أخبار فنية من الزمن الجميل نقلا عن تقارير قديمة، كل ده وأكتر هتلاقوه في مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء أو تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. لايك الفيديو لو عجبك وشير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من أصحابك. لو بتشوفنا لأول مرة ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس علشان يوصلك كل شغلنا، ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية. نشوفكم على خير. الشهر قندر أهلا وسهلا باللي بيحضر حيث عليك يا عالي ومرتب بالدور عالي.